الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، هذه قصيدة رائعة صينية من بحر الطويل الجبيل، قلتها في شهر رمضان المبارك دفاعا عن آراء العلماء الفحول الذين يرون نجاة عبد الله ابن شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف من النار محتسبا على من تمت كلمته صدقا وعدلا، وهو يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أجاوره بالقلب شوقا كأنني لدى روضه بالجسم حقا حبيس، أجاري جياد الخيل بالحب لم أذل، أداجيه بالأبيات وهو الجليس. ومن لي بطيران الغراب يحطني، ومن لي بطيران الغراب يحطني إلى روضة تسبو إليها النفوس، لطيبة أنفاس المحبين تعتلي سرورا لمن للأنبياء رئيس، لطيبة أنفاس المحبين تعتلي سرورا لمن للأنبياء رئيس. هو الكنز والماحي له الفضل لم يذل، لسنوي أبي موسى الحميم أنيس. أدافع عن نجل بن شيبة حسبة وآباؤه الأخيار لست أخيس، فآباؤه أهل الطهارة والنقاء، فآباؤه أهل الطهارة والنقاء، لقد قاله أهل العلا والرؤوس، كشيخ الإمام القرطبي وشيخنا الألوسي وفقر الدين وهو رئيس، كذا القسطلاني وابن شاهين لم يزل يؤيد هذا الرأي منهم دروس. فلا تلتفت للغمر، فلا تلتفت للغمر يا طالب العلا، وذر رأيه الخاصي وهو خسيس، تراه إذا ما بان فضل من العلي يكسر أنيابا وهو عبوس. ألا خاتل الله الدناءة في الذي يسر لنار يعتليها الوتيس، يكب عليها والد الخرم عنوة ويسمع عن بعد ونأي حصيص. ألا خاتل الله الدناءة في الذي يسر لنار يعتليها الوتيس، يكب عليها والد الخرم عنوة ويسمع عن بعد ونأي حصيص. ألا ليت شعري ما الخسارة إن نجا نجيب بني إلياس وهو نفيس. صلاة صلاة وتسليم عليه وآله متى عد في الأشرار عبد عبوس. أقولكم أتمنى سامب السلفي.